كنت أصلي التسبيح يوميا، ولكن عندما سمعت فتوى تقول إن صلاة التسبيح لم يرد فيها نص شرعي توقفت عن صلاتها. سؤالي هو: ما صحة هذه الفتوى، وما ثواب من داوم على صلاة التسبيح؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، نقدر لهذه الأخت حرصها على الخير، وحرصها أيضا على أن يكون عملها صحيحا، بحيث إنها لما سمعت فتوى توقفت حتى تتأكد. صلاة التسبيح لم يرد بها دليل صحيح، لأن الحديث الوارد فيها في إسناده نظر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعبادات توقيفية، لا يجوز أن يفعل شيء منها إلا إذا صح به الدليل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين، من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وكل عبادة لم يثبت فيها دليل صحيح في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها تكون بدعة تضر صاحبها وتضله، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. ومن ذلك صلاة التسبيح، فإن الحديث الوارد فيها لا تقوم به حجة حسب ما ذكره المحققون في إسناد هذا الحديث. والصلوات الصحيحة والنوافل الصحيحة التي ثبتت كثيرة ولله الحمد، وفيها غنى للمسلم. صلاة الليل، تهجد بالليل، هذا أفضل التطوع. صلاة الضحى، الرواتب التي مع الفرائض، كل هذه مجالات للمسلم بأن يتطوع بالصلاة في ليله ونهاره، ما عدا الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، يعني عن صلاة النافلة فيها، وهي ما بعد طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس وقيد رمح، وما بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، وعند توسط الشمس في كبد السماء إلى أن تزول إلى جهة الغرب. في هذه الأوقات يتوقف الإنسان عن صلاة النافلة، وما عداها كله مجال الإنسان أن يصلي النوافل ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى على الصفة المشروعة. وأما ما لم يثبت به دليل أو لم يرد به دليل أصلا، إنه لا يجوز للمسلم أن يقدم عليه. جزاكم الله خيرا.